واقعية مطرحها سيد مقتدى الصدر من شروط، يعني وأنت تعرف يعني هذه الشروط ما يحتاج إلى أن نعيدها مرة أخرى. يعني حقيقة هاي شروط دولة، هاي شروط من يمتلك رؤية دولة. لكن السؤال هل أن بإمكان السيد مقتدى الصدر أن ينفذ هذه الرؤية؟ هل بإمكان القوى السياسية سواء كان الشيعية أو الكردية أو السنية التي ستشترك في تسمية الرئاسات الثلاثة وتشكيل الحكومة القادمة، هل تمتلك كل هذه القوى السياسية إرادة سياسية لتنفيذ هذه الشروط؟ لا أعتقد ذلك حقيقة. طيب يعني لا أعتقد مبنية ذلك. على الطرف الآخر إلى أنه أن يتجاوب مع هذه الشروط، والطرف الآخر اليوم ماذا يتجاوب؟ يقول إلى أنه أنا أحتاج إلى أن تبدي بنفسك. أحتاج إلى أن ماذا؟ يعني يقولون للسيد مقتدى الصدر نحتاج إلى أن تبدي بنفسك، تبدي مثلا من خلالك بعملية مثلا محاسبة الفاسدين، تحتاج إلى أن تبحث وتبدي من التيار الصدري ومن الكتلة الصدرية. نعم هذا كلام صحيح، لكن وموضوع هذا حصر السلاح تحتاج إلى أن تبدي بنفسك. وهو قال إلى أنه أنا عندي بادرة حسن نية يعني وراها، وتحدث عن يعني لواء اليوم الموعود أيضا. نعم هذا الكلام صحيح، وهذا دليل، وهذا دليل على أن من رد على شروط السيد مقتدى الصدر بهذه الطريقة هو كذلك يمتلك ميليشيات وفاسد وفاشل وإلى غير ذلك. والدليل على ذلك يقول للآخر أنت أبدأ بنفسك حتى أبدأ بنفسي. شنو معناته؟ معناته أنه كلهم في الهوى سوا كما يقول المثل.